السلام عليكم اخوتي، اهلا ومرحبا بكم في فاطمه خمسه. لله فاطمه ما شاء الله في وصفه جديده. غنحضر معكم واحد الحلوه اللي سهله وبسيطه. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غنحتاج كاس ديال السكر 150 غرام، كذلك غنحتاج 100 غرام ديال الزبده. نحاول انني ندمج الزبده مع السكر مزيان، من الافضل تكون الزبده درجه حراره المطبخ باش هكا تدمج معنا بسرعه. كذلك غنحتاج كاس ديال الزيت ما يعادل 150 ملل. بالنسبه للمبتدئات من الابطال يضيفوا الزيت على دفعات باش هكا تندمج معهم الزبده. تمام، بعد ما دمجت الزبده مزيان غنضيف بيضه واحده. نحاول انني نخدم البيض مزيان مع الزبده. بعد ما خدمت البيض مزيان غنضيف جوج معالق كبار ديال اللوز. بالنسبه لهذا اللوز فانا قطعته طريفات صغار، يعني طحنته، يعني ما حمرته ما والو. يمكنكم كذلك تعوضوه بالكاوكاو اللي هو الفول السوداني. كذلك غنضيف معلقه كبيره ديال الزبيب، قطعته حتى هو طريفات صغار، يعني ما كنسلقوه ما والو. لحقاش الا سلقناه الحلوه دغيا كتخسر معانا. طبعا نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فهو على حسب الخليط، لكن انا غنبدا نضيف الدقيق. في الاخير غنقول لكم شحال دخلت لي هاد الحلوه بالطاط وبالكرام وكذلك بالكيسان. كنحاولوا اننا نضيفوا الدقيق غير بشويه باش هكا ما يتماسكش معنا الخليط ونتحكموا فيه. هاد المرحلة نضيف واحد الخمارة ديال الحلويات اللي كتوزن 8 غرام. دابا كما كتشوفوا معايا فهذا هو القوام ديال العجين، يعني ما غنضيفش كميه اخرى ديال الدقيق، غنكتفي فقط بهذه الكميه. فانا دخلت هنايا نص كيلو ديال الدقيق بالضبط، يعني القياس بالكيسان ديال العنبان. هما خمسة ديال الكيسان ديال العنبان يكونوا كنعمروهم، يعني ما نضغطوش عليهم، عمروهم غير بالملعقه باش هكا كيعطيونا 100 غرام اللي هي نص كيلو. وفي الاخر يعني كيبقى الدقيق على حسب الخليط. المهم خصكم يخرج لكم هذا القوام، يعني تكون العجينه رطبه، ما تكونش العجينه يعني قاصحه، خاصها تكون على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. يعني الدقيق كيبقى على حسب نوعيه الدقيق، واش كتمتص السوائل دغيا ولا لا، وكذلك حجم البيضات هو كيلعب دور كبير. دابا مباشره غندوزو باش نسرحوا العجينه. دابا مباشره غنبدا نسرح العجينه. بالنسبه للعجينه كنقسموها على جوج وعاد كنبداو نسرحوها. نحاول انني نسرحها هكا باليد ديالي شويه عاد نسرحها. نحاول اننا نساوي العجينه من هنايا باش هكا نحصلوا في الاخر على مربى باش ما نضيعوش العجينه بزاف ملي نكونوا كنقطعوها. تمام، بعد ما سرحت العجينه مزيان نحاول انني نضع واحد شويه ديال الدقيق هنا، يعني غير شي شويه. هذه الخطوه فقط للناس يعني اللي مبتدئين اللي ما بغاش يديروا ما يديروش. طبعا قرب القطعه نحاول انني نساويها. في هذه المرحله نحتاج هذا القطع، الا ما كانش عندكم استعملوا الكاس، هو كيعطي شكل ديال الهلال. نحاول انا نضع القطع في الدقيق ومن بعد نقطع العجينه. نحاول انا نضغط عليها مزيان باش هكا يتقطعوا داك القطع ديال الزبيب وكذلك ديال اللوز. فهذا هو الشكل ديال الحبه، خاصها تكون غليظه شي شويه.
استمر على هذه الطريقة، نضع القطع في الدقيق ومن بعد نقطع، نضغط مزيان. نوريكم قطعة أخرى، يعني هذا هو السمك ديالك تكون غليظة. كنعاود نكرر لكم لحقاش الحلوى يعني ما نديروش جوج على جوج، يكون عندنا غير حبة واحدة، يعني ضروري خصها تكون غليظة. نحاول نطلعوا نيشان باش هكا ما نضيعوش العجينة. بالنسبة للقطع من الأفضل ديروهم مباشرة في طاولة الفرن، فأنا غير مع التصوير يعني كنحطهم حدايا، ضروري خصكم ديروهم مباشرة في طاولة الفرن باش هكا ما تهرش معكم العجينة، لحقاش العجينة كتكون هشيشة. نتمنى إن شاء الله تجربوا هاد الحلوى لحقاش كتجي لذيذة كما شفتوا معايا، يعني المقادير بساطين. فشتوا معايا يعني ملي كنطلعوا نيشان ما كيبقالناش العجين بزاف في الجناب غير شوية. بالنسبة لهاد العجينة فغنسرحها مرة أخرى، نحاول أنني نجمعها غير على هاد الشكل، يعني ما ندلكاش، غنصبر على هاد الطريقة حتى نسالي الكمية ديال العجين كاملة ونطلقها إن شاء الله. دابا من بعد ما انتهيت من تشكيل الحلوى فأنا وضعتها في طاولة الفرن، وفي هاد الوقيتة عندي الفران مشعولة يعني الفران سخونة، غنطيبها غير في الفران العادية يعني الفران ديال الغاز، غنقص البوطة مزيان يعني حتى تولي البوطة ميتة، ضروري خصها تكون العافية ناقصة. غنخليو الحلوى حتى طيب على خاطرة، ندخلها للفران ونخليها 20 دقيقة، ما نحلش عليها الفران بتاتا، ومن بعد نبقى مرة كنراقبها، مرة كنراقبها يعني نصبروا معاها باش ما نحرقوهاش. غنخليها حتى طيب مزيان، ومن بعد نهبطها للطبقة السفلية، نخليها تاخذ اللوينة غير شوية ذهبي هكايا، ونطلقها ان شاء الله باش نشوفوها. وهذا هو الشكل ديال الحلوى من بعد ما خرجتها من الفران، كما كتشوفوا معايا كتجي على هذا الشكل، يعني ما كنخليهاش حتى تحمر بزاف، غير شي شوية يعني غير كذهب شي شوية، كنخليها حتى طيب الفوق مزيان وكيبقى اللون ديالها أبيض وهي مازال الفوق، غير كطيب وكتبان لي يعني شادة راسها، كنهبطها لتحت كنخليها طيب غير شي شوية وكنزلها، حيت لا خليتها طيب بزاف واحترقت لي يعني خذات داك اللون الذهبي الغامق، كيجي المذاق ديالها حار، يعني خصنا نحترموا القواعد ديال الطياب. لحقاش الحلوى يعني بعض المرات كتلقى شي واحد يعني كيدير المقادير كلشي هما هادوك، ولكن الطريقه ديال الطياب ما كيحترمهاش، فالطريقه ديال الطياب يعني كتلعب دور كبير في يعني الجوده ديال الحلوى. باش كتجيكم الحلوى مزيانه خصكم تنقصوا لها البوطه مزيان وتخليوها طيب على خاطره وما تغفلوش عليها. دابا نوريكم كيفاش كتجي من الداخل، كتجي هشيشه، كيجيو فيها داك القطع ديال اللوز وكذلك القطع ديال الزبيب. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الحلوى لحقاش فعلا كتجي لذيذة وكتستحق التجربة، يعني ملي كنبقاو ناكلو الحلوى هكا وكندوقوها كنبقاو نحسو بداك القطع ديال اللوز وكذلك داك القطع ديال الزبيب، كيجيو رائعا في الحلوى. ومثل كل مرة يعني في كل وصفة ديال الحلويات كنبغي نعطيكم النصائح المهمة اللي غتبعوها باش الحلوى تنجح معاكم 100%. أهم خطوة يعني ما تقصحوش العجينة بزاف، يعني بالنسبة للقياس اللي عطيتكم ديال الدقيق فهو نص كيلو، نتوما تقدروا ديروا نص كيلو وجوج معالق، أولا نص كيلو تنقصوا منها هكا جوج معالق، داكشي كيبقى يعني على حسب نوعية الدقيق اللي كتستعملوا وكذلك حجم البيض. كذلك بالنسبه لهاد الحلوى يعني ضروري تخدموها بالزبده اللي كتكون قاصحه، ماشي داك الزبده اللي كتكون طريه، لحقاش الزبده اللي كتكون طريه ما كتجيبش الحلوى هشيشه بزاف. وفي نفس اللحظه بحاله اننا يعني بغينا نستعملوها ماشي مشكل، غير هو يعني كتدخل لكم كميه اكثر ديال الدقيق، ماشي بحال هذه اللي استعملت انا. الحلوى ملي نجيو نسرحوها نخليوها غير شي شويه باش هكا ملي طيب كما شفتوا يعني ما كتنتفخش معنا بزاف، غير شي شويه تقريبا كتبقى بحال اللي هي، ديك الخميره يعني ما كتخليهاش تنتفخ بزاف، غير كتلعب الدور بان يعني الحلوى تجي هشيشه. واهم خطوه باش نجح معكم الحلوى يعني ما تخليوش الحلوى حتى تحمر بزاف وتكون قريبه تحرق، حيت لا خلينا الحلوى حتى تحمرات بزاف كتنشف معنا، يعني ما كتجيش الحلوى هشيشه ملي كنحتفظوا بها، يعني كنلقاوها قبسات. داكشي علاش خصكم تحترموا يعني القواعد ديال الطياب، كما قلت لكم كنخليوها 20 دقيقه ما كنحلوش عليها الفران، ومن بعد كنبقاو مره كنراقبوها، كنخليوها حتى كطيب لفوق، عاد ديك الساعات كنخليوها الذهب شي شويه ومن بعد كنقدموها. المهم سمحوا لي طولت معكم الفيديو، يعني هاد النصائح كنبغي نعطيهم لكم حتى الاخر باش حتى ما بغاش يعني شي واحد يشاهد الفيديو ولا كيجي الفيديو يعني طويل يخرج بحالو ولا ما يتصنت هاد النصائح. ودابا ما بقى لي الا نودعكم، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلي لايك، كذلك اول مره كتشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.